السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. كاينه الشمس، سمحوا لي. يلا خرجنا دابا، خرجت من الخدمه، طرقنا البنات، خدينا المهم، قضينا واحد الغرض، من بعد عاد جينا باش هكا باش نتغداو وناكلو شي حاجه بحكم دابا العطله. بالحق البنات عندهم غير واحد يومين، اثنين وثلاث اللي ما غاديش يقراو، من بعد ان شاء الله درت ليهم داك سامر كامب في ليكول ديالهم، دايرينو فيه، غيبدا من لو 30، من 30 في هذا الشهر حتى 16 ان شاء الله في شهر 7، بحكم انا كنخدم في شهر 7 وما بغيتهمش يبقاو غير جالسين في الدار، بما انه المدرسه ديالهم اللي دايره فهذه حاجه مزيانه، يعني عارفه الناس مع من غادي يكونوا، هذا يعني غادي نتهنى نسبيا، غنتهنى عليهم. المهم كي قلت لكم غادي نمشيو نتغداو، هانتوما معنا، غنمشيو ان شاء الله لمستر كوك. انا نبارطاجي معكم شنو خدينا، كلشي خدينا هاد سلاط فيش، صراحه خدينا غير باش نجربوها كي قلت لكم حنايا، دابا عاد غادي نزيدو نتيستيو لي بلا اللي ديجا كنا واخدين عندهم. هذا عندهم بالنسبه للتاكوس امريكانا عندهم خطير، هاد الدوائر ديال البصله حتى هي عندهم زوينه بزاف. هذا بلا ميكس بالنسبه للناس اللي كيبغيوها كياخذوا شي حاجه خفيفه وكتكون متنوعه، حتى هو عندهم صراحه زوين. وسمحوا لي على الصوت ديالي، ضربني شويه البرد هذاك الشيء علاش. وبالنسبه لي انا ما كنتش باغيه ناكل شي حاجه، بغيت غير شي حاجه مبرده، خديت عندهم الكريب وشوكولا، عندهم واعرين بالنوتيلا، واعرين عامرين كارني مزيان بالبنان والشوكولا. انا رجعت لكم من بعد ما تغدينا، الله يعفو علينا من هاد الكمامات والله العظيم الا قروني امتى غنحيدهم، بصراحه ولينا دايرينهم ديكور ماشي شي استعمال ما كاين. المهم البنات كيف ما شفتوا صورت لكم لي بلا اللي خدينا عند مستر كوك. واحد الحاجه اللي غادي نقول لكم البنات، ديجا مستر كوك شحال هادي كنت مجرباهم، كانوا كيعجبوني، ماكلتهم كتعجبني، جات واحد الوقيته ماكلتهم ولات لا علاقه، من تما قبل الكونفينمون من تما ما بقيتش كنمشي عندهم، ما بقيتش هكا كناخذ ماكلتهم. مؤخرا تقريبا هذه المره الثانيه غير فهاد الشهر اللي جينا عندهم، مؤخرا كان عندهم راجلي وقال لي راه ودي راه الماكله ديالهم تبدلات، ما بقاتش كيف كانت، ولات زوينه وهذا. وفعلا فاش جربناهم لقينا تحسن كبير بارابور لاخر مره فاش خدينا عندهم. اصلا البلاصه زادوا كبروها بزاف، زادوا كاع واحد ليسباس اخر لان تيكون عندهم الصحام، هذه حاجه مزيانه. هما باش يعجبوك واخا تيكون عامر عندهم السيرفيس عندهم زوين، يعني تبارك الله كاينين الدراري، كاين اللي غادي يخدم. والماكله شنو نقول لكم، كاينين شي حوايج بصح عندهم زوينين يرجعوا زوينين، وشي حوايج لا علاقه، بحال مثلا السلاط، سلاط اوفيش اللي كوموندينا هاد الخطره ديجا انا مكوموندياها عندهم في الاول كانت واعره، اما هذه ديال هاد المره كانت الثمن ديالها 30 درهم، عامره غير بالخس والروز، ولا يحل لك شي حبيبات ديال الكروفيت والكالامار من الفوق، يعني راه كاين والسوريمي، هادشي هادشي اللي فيها. والمهم جاتني لا علاقه بارابور الاولى، الاولى اللي كنت خديت عندهم كانت زوينه وكانت فاغي مخلطه، لي كريب عندهم زوينين كي قلت لكم. المهم الحويجات الاخرين اللي جربنا زوينين، لي تاكوس عندهم زوينين، الثمن ديالهم كاين 30-35 درهم، ولكن كيبقاو زوينين علاش، حنا البلايص الاخرين كتلقاهم كثرين لكم الفريت، هادو لا، الحشوه اللي كتكون كثيره داكشي اللي كومونطيتي سواء كفته ولا داند ولا على حساب كيكون كثير، وكتلقاو الفريت فيه قليل، يعني ما كيجيش معجن، وحتى لاصوص كتجي القياس، ما كتكونش لاصوص كثيره، وديك الساعه اللي بيزيدها راه عنده. والمهم هانتوما معنا، نمشيو دابا جيت لاكوك ان شاء الله، ندي البنات هكا يبغاو يلعبوا شويه بالسكيت وبالتروتينيت يبدلوا هكا الجو وصافي. كانت الدنيا خاويه، ما كانتش الدنيا عامره بزاف بحكم وسط السيمانه، اما الويكاند ما باقيش تحط رجلك في اكادير نهائيا، الدنيا عمرت بزاف وكان نقى، الدنيا نقيه والجو كان غزال، كان واحد الجو اللي كالم، انتما تيبان لكم غير من الشجر ما تيتحركوش، كان غير داك النسمه ديال البحر كتضرب في الوجه، كان واحد الجو زوين زوين بزاف.
هنايا خليتكم باش تسمعوا الجو ديال البحر. صافي من بعد جيت للديكاتلون بغيت نصور لكم بعض الميزات. كاين هاد الطبيله هادي ب 199 درهم، هي مقارنه بديال المرجان بانت ليا هادي في الكاليتي احسن. المهم وجينا من بعد على حسب بنتي بغات تاخد هاد لي بروتيج هادو على حسب السكيت لطيح، وهذا جينا كان هكا صورت لكم بعض اللقطات وباش تشوفوا حتى الاثمنه. ادوي لي يقول صحاب اللي عندهم لي بيسيكليت، المهم لي تروتينيت عطا الله لا شي ليقو. وبزاف منكم كتسولوني على السكيت ديال بنتي، هو نورمالمون حتى انا ما كنفهمش في هذا الشيء، غير حنايا صراحه قلبنا في شحال من بلاصه لقينا هنايا في الديكاتلون هاد الخضره هادي اللي فيها هاد المونستر ولا هاد لوشيان. هي نورمالمون اللي خديت لبنتي دايره 499 درهم، هي فيها دي بيتون حيت ملي جينا نشوفو كاين فيهم لاج، كاينه من 6 سنين ل 8 سنين، كاينه من 8 سنين ل 12 عام وهي غاديه، وكاينه عاوتاني على حسب المستوى ديال التعلم ديالهم. حنايا خدينا ليها ديال الديبيتون. البنات دخلت عاد دخلت دابا فاش رجعنا من لاكوبت دزت الديكاتلون، خصني شي حاجه للبنات خديتها ليهم على حسب بنتي الصغيره ما عرفت واش من البيسين ولا مناش، عرفتي البنات عينيها بحال تنسات ليا ربي هذيك السميه شنو تنقولوا ليها، كتجي ليا وحده كتكون بحال هي في الاول بداتها بحال حبيبه ديال الشعير شي حاجه بحال هكا. كانت ليها كي قلت لكم غير شويه هنايا شويه هاد العين شويه ورمات شويه تسدات، من بعد دازت ليها العين الاخرى ولاو العينين بجوج مسدودين حالتها حاله. فاش ديناها لوغيل قلت لكم لوغيل مشيت مع عقلي مع الطبيبه ديال الاذن والانف والحنجره، فاش دينا عند لوفطالمو قالت لينا ودي راه اليرجي هذيك وكاين واحد الفيروس دابا في الجو هو اللي كيدير هكا، وزيد عليها صافي كملات لابيسين وهذا لقات لي عيني في الداخل كلهم مجرحين. ايوا قالت لينا بحكم دابا البحر ولابيسين ضروري ما دير دوك نظاظر العمال. صافي مشيت للديكاتلون بصعوبه باش تلاقيت هادو اللي جاوني قدها، كان الثمن ديالهم صراحه رخاص هما سيليكون كلهم، واللي عجبني فيهم هاد الدواره كبيره، اما هاد الصغار هادو ديال الدراري الصغار ملي كنلقاهم لقيتهم صغيورين بزاف اللي غايجيوها حد هنايا يعني ما غيضروها في عينيها. باغ كونط هادو جاو شويه كبار مزيانين، والثمن ديالهم كان شي 30 درهم ولا معرفت 25، المهم بين 25 35 درهم. السبرديله نسيتها لتحت، واحد السبرديله ديجا كان جابها لي راجلي دايره 199 درهم، ماشي جابها لي جاتني نورمالمون كنلبس 39 ولكن جاتني صغيره ديتها شونجيتها. صافي خديت فوطه ديال البحر هادو دايرين معرفتش واش 120 ولا 129 الفاط ديال الديكاتلون كيكونوا زوينين. هادي بنتي الكبيره هي لي حيت عندها هادوك لي عندها داكشي ديال المكياج زعما دابا هي راه كبرات ما بغاتش هذاك الشكل. صافي صراحه هي انا اللي اختاريت ليها هادي، اما هي عجبتها وحده فيها الكحل ممكن راكم عارفين مع الشمس وهذا، قلت ليها دغيا غادي تكشف ليك غادي تبان كاشفه سورتو بقوه الصابون، وهادي هكا الصيف شي حاجه هكا لوينات فلوري هكا كيجي زوين. صافي ما كاينش شي حاجه زعما شي حاجه زعما لو سبيسيال اللي خديت غير داكشي اللي كيخص في الصيف، وكاينين دي برومو زوينين في الديكاتلون، كاينين بحال مثلا السلعه اللي ما باقيش غادي يدخلوا منها داكشي اللي كاين سولدا، وسوا في النضارات العمان اولا في لي مايو دو بان بزاف د الحوايج في السبرديلات، يعني كاع الحوايج اللي اخر 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 زعما مره غيجيبوهم اللي كيداو داكشي كامل. ايوا صافي ندوز دابا نبدل الحوايج نشوف شنو غادي نوجد شي حاجه للغدا. تغدا غالبا غندير غير شي سلطه خفيفه، انا داكشي اللي كتبغي الخاطر في هذا الصيف سبحان الله اوتوماتيكمون انا عندكم الخدمه والماكله اللي كيوصل هذا الخد شهر 6 7 كتولي تجيني الخدمه ثقيله باش نخدمها
الماكله كذلك باش نبدا نوجد في الليل، وهذا كتجيني ثقيله. كنفضل في هاد لا بيريود نعتمد شي على لي سالاد، دي ساندويتش، شي حاجه هكا خفيفه. ما عرفتش واش حيت الصاد ولا حيت داكشي بسيشيك في العقل ديالك كتقول هكا. بالنسبه لجوله الصالونه البنات، سمحوا لي شحال من خطره كنوعدكم وما كنوفيش بها، والله الا حشمت مازال نذكرها لكم، ولكن بحكم الوفاه ديال الام ديال سناء كلان دي كومودير، اصلا هي اللي مصايبه ليا الصالون، فغادي ناجل هذه الجوله شويه. علاش؟ حتى انا كاع بارطاجيت معكم وغنشوفوا، انا اكيد غادي تعجبكم خدمتها، حيت تبارك الله عليها كاين الاتقان اول حاجه، كاينه الكلمه، كاين بزاف د الحوايج زعما الله يرحم ليها امي في هذا النهار يا ربي ويوسع عليها، خدمتها ما عندي ما نقول، لا في التعامل لا في الكاليتي لا في الصح لا في كل شيء. داكشي علاش انا كاع الا بارطاجيت معكم وشفتو ما غاديش تنفعكم حتى شي حاجه، لهذا غادي ناجل واحد شويه، غير واحد المده بين ما تولي خطره شويه، وان شاء الله نبارطاجي.